السلام عليكم الإخوان، كي دايرين؟ بخير يا ربي، تكونوا في أفضل الأحوال. أموركم وحوالكم على خير؟ أو بخير. مرحبا بكم في هذا الفيديو ديال اليوم. إن شاء الله نحضروا مع بعضياتنا بطبوطات على شكل المثلث. قدروا أننا في هذا رمضان إن شاء الله نحطوهم في الفطور، نزوقوا بهم الطابلة ديالنا، نقدروا أننا نعمروهم من الداخل. المهم متعدد الاستعمال ديالهم، فكنحتاجوا كيف ما كتشوفوا معايا نص كيلو ديال بنزين، نص كيلو ديال الفرس الممتاز، كنضيفوا معاه ملعقه ديال الملحه وملعقه ديال السكر سنيده، وكنضيفوا واحد شاسي ديال الخميره اللي كتكون سريعه الذوبان. هكا حبيبات كنخلطوا المكونات مع بعضياتهم بزاف مزيان بزاف بالماء الدافي، ضروري ما يكون دافي، ما يكونش بارد وما يكونش سخون. كيف ما كتشوفوا معايا ضروري ما نخلطوها ونجمعوها مزيان مزيان، من بعد كنحاولوا اننا نطلقوها بالماء، ومامتو كنحاولوا نطلقوها ومامتو حنا كندلكوا فيها مزيان. كنعرفوا العجينه كل ما دلكناها كتجي زويونه وكتجي رطيبه ومفشفشه من الداخل، وفعلا البنات يعني انا دابا جربتهم يعني وكليتهم، ووليداتي حماقوا عليهم بزاف، عجبوهم، كيعجبهم بالاخص انهم كيعجبهم البطبوط، كيعجبهم داكشي ديال المغرب بزاف، البطبوط بالمسمن البغرير طلعوا بحلمهم. فهذا درتهم في الفطار. اللي زوين فيهم انكم تقدروا يعني كيتماشى مع كل شيء، مع الزبده مع العسل، انكم تعمروهم من الداخل، يعني تحلوهم وتعمروهم من الداخل بحشوه اللي كتكون بارده او سخونه، حشوه ديال الطون كتجيب يا سلام فيهم. المهم كيف ما كتشوفوا كنحاول انني ندلك مزيان هاد العجينه ديالي، مره كنضيف شويه ديال الماء وكندلكها. بيرتا انا نداء ابين او دابنيا بيوما. صافي الاخوان كيف ما تشوفوا انا كنفضل انني نستعمل سطح العمل لانه كيكون سهل صراحه، يعني على داك البانيو او على هذه شنو هي كنقول لها يا ربي القصريه اللي كنديروا فيها، هذه كتجيني مزيان سطح العمل، كتاخذي الحريه ديالك. صافي من بعد ما كنعجنوها مزيان غادي نشدها وغادي نقطعها تقريبا على اربعه اجزاء كويرات، كندردروها غير بشويه ديال الدقيق، ونحاول نقسم الكويرات ديالنا على اربعه، ومن بعد غادي نغطيهم ونخليهم جانبا حتى يختمروا غير شويه واحد نصف ساعه بحال هكا، وهذيك الساعه غادي نعاود نقرصهم، وهكا كتجي بالطريقه كتعطي واحد النتيجه اللي هي رائعه، كيجيو هاد البطبوط ديالنا مهوي من الداخل ومحلول محلول. داكشي علاش قلت لكم بانه كيليق هكا نديروه البصفات ديالنا المحشيه، نوجدوا غير الحشوه وها هي عندكم البطبوط ديالكم واجد موجود. كنعرفوا بان رمضان على الابواب، الله يدخل لنا بالصحه والسلامه. عافاكم البنات، بالنسبه للاخوات اللي في تركيا الا كنتو عارفين شي موقع كيبيع هذاك الشيء ديال الاستعدادات لرمضان، صراحه بغيت نزين هكا واحد الجزء يعني ندير واحد الجو ديال رمضان بحال هكا داك الهلال اللي كيديروا مع داك الاضواء، مع هكا شي مبخيره ما كرهش انني نديرهم صراحه، ونحس داك الجو ديال رمضان في داري ومع وليداتي، بغيتهم حتى هما يحسوا بداك داك الشهر بانه شهر مبارك يعني مختلف على الاشهر الاخرين وانه مقدس. هكا حتى حنا ديك الاشياء كتضيف الفرحه على قلوبنا. صافي الاخوان من بعد ما خليتو هكا اختمر، دابا غندوز غادي نقرصو كيف ما كتقرصو البطبوط تماما. في الحقيقه جوج هما اللي قطعتهم بهذاك الشكل، والاخرين قليتهم كيف ما هكاك.
ديجا البنات شاركت معكم واحد الوصفة ديال البطبوط، حتى هي كتجي رائعة. في القناة ديالي، دخلوا القناة ديالي وركوا على البلاصة ديال الفيديوهات، غتهبطوا لتحت كاع. ديجا داك رمضان شاركتها معكم، حتى هي زوينة زوينة زوينة، فنة صراحة. ما كتخطانيش هذيك في رمضان، لا هذه لا الاخرى. صافي الاخوان، شو من بعد ما خمر لينا، البطبط ديالنا، فغندوزو نقطعو كيف ما كتشوفوا معايا. بهاد القطعه هذه البيتزا كتسهل المأمورية بزاف، يعني ما تخسروا ليا ما والو. دغيا قطعتهم كيف ما كتشوفوا معايا، وغادي نهزهم نقليهم. ديجا محضره كسرونه فيها الزيت، درتو كي سخون، ديروا على الزيت اللي كيكون يعني سخون. افندي مانيش اكون جايب لك السنه مانيش şey şeyler nerede? Söyle ya şey Böyle şey. yanağınıza bastırıyorsunuz. Böyle beyaz bir şey. Pamuk gibi. Yanağınıza mı bastırıyoruz? Hayır. Ondan değil. Pamuk gibi bir şey. Beyaz. Pamuk mu diyorsun? Daire. Pamuk mu diyorsun? Hı. Kalmadı ki. Neden? Ne istiyorsun onu? Fasulye yapacaktım. Marketten alırız. ودبنا بيتر كي بزاف شهادة شكرا بيتنا تمام عافاك ما صرنت شكات ما صرنا اوكيار نشيد ودبنا بعض كيف ما كتشوفوا معايا الاخوان بعد ما حطيتهم في الزيت هكايا غنخليهم ان شاء الله حتى يتحمروا ليا من التحت وهذيك الساعه غادي نقلبهم على الوجه الثاني حتى هما يتحمروا كيجيو بحال شكل السفنج من الداخل هكا كيجيو فنين تقدروا انكم ديروا فيها الزبده والعسل كيف ما كيبغي اللي كيبغي كيف ما كنبغي انا اكيد كنموت على شي حاجه الزبده والعسل وكاين اللي كياكلها مع الشوكولات كاين اللي كياكلها مع الفرماج يعني اي حاجه كتقدري ديريها فيها وكل شيء كيتبات معاها الاخوان كيف ما شفتوا تحمروا مزيان دابا غنقلبهم على الوجه الاخر باش انهم يتحمروا مزيان مزيان سبحان الله الوليدات عندي انايا ما كتجي من الهضره حتى كيشوفوني كنمونطي في شي فيديو اكيد حتى ما تكونوا نفس الشيء لان الوليدات سبحان الله كلهم كذلك بحال هكاك جنيبا كيف ما كتشوفوا معايا درت الزبده مع العسل الزبده مع العسل كندوب فيهم قاليو رما يا رماز يا بيوسنس قاليو الاخوان كيف ما كتشوفوا معايا هما طهبوا البطبطات ديالنا واكيد كيبان لكم بانهم من الداخل راهم يعني تنفخوا وجايين مهويين من الداخل كيف ما كتبان لكم يعني تقدروا انكم تحشيو بهم اي حاجه بصحه والراحه كنتمنى ان شاء الله انكم تجربوا هذه الوصفه ديال البطبوط صراحه شفتها من طريقه تركيه كيديروا اكثر جيراننا ودير هنا عندهم في القنوات ديالهم ديال ترك كندا عجبتني صراحه بزاف فبغيت نشاركها معكم حتى ما تجربوها لعائلتكم لولاتكم لانفسكم اولا قبل اي احد كنتمنى ان شاء الله تجربوا يعجبكم هذا لا فيديو الا عجبكم فيديو ما تنساوش لايك وما تنساوش اشتراك وتبارطاجوها مع الحباب وشكرا لأي واحد كيخلي لي تعليق زوين أي واحد كيدعمني أي واحد كيشجعني شكرا لكم بزاف من صميم القلب ولكم بالمثل إن شاء الله حتى نتوما الله يفرحكم كيف ما كتفرحوني بديك لي كومونتير ديالكم بديك اللايكات اشتراكات فرحة لا توصف صراحة نتلاقاو إن شاء الله في فيديو قريب عما قريب ونهاركم مبارك سعيد السلام عليكم
New episode of Yoga.